خلونا ايضا نستقبل عبر الهاتف استاذ صبحي شبانه مدير مكتب روز اليوسف من المملكه العربيه السعوديه. استاذ صبحي اهلا بيك معانا على اكسترا نيوز من القاهره يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم وتحياتي لك ولمشاهديك في مصر وحول العالم. من الرياض تحديدا يا استاذ صبحي، كيف ترصد اخر ايام عمليه تصويت المصريين في المملكه؟ وطبعا حسب حديث المسؤولين طبعا وبعلمنا بحجم الجاليه المصريه في المملكه العربيه السعوديه، هناك كثافه واقبال كثيف لو يمكن القول، كيف هي مجريات عمليه التصويت في اليوم الثالث يا استاذ صبحي؟ اولا باليوم الثالث على التوالي اثبت المصريون انهم كانوا في الموعد، اثبت المصريون بالفعل ان هم يعني ولائهم للوطن، اثبت المصريون انهم عند مستوى الحدث، اثبت المصريون بخروجهم الى التصويت على الاستفتاء انهم يواجهون كل التحديات، يواجهون الخونه في الداخل وبالخارج، يواجهون كل ما هو ضار لمصر، ويريدون الاستقرار مصر، امن مصر، ترسيخ كل ما تم انجازه في من مشروعات عملاقه في الفتره الماضيه. المصريون في السعوديه بشكل عام يشكلون اكبر جاليه مصريه في العالم بنحو 3 ملايين، اي ما يعادل اكثر من 25% تقريبا من المصريين حول العالم. يعني لا تتخيلي كيف كان المشهد في المملكه العربيه السعوديه، كيف كان مشهد المصريين سواء في السفاره المصريه في الرياض او القنصليه العامه في جده، كان مشهدا حضاريا يعني انا يعني تضاريت كل الصحافه العربيه وصحافه العالم. تحولت يعني تحولت اماكن مقرات الاستفتاء سواء في السفاره او القنصليه الى مسارح، الى يعني مشهد حضاري، الى لوحه جداريه تستطيع مصر ان تباهي بها العالم. حقيقه كان المصريون في الموعد يعني ما زال حتى اليوم حتى هذه الساعه يتوافد المصريين بكثافه، وانا اعتقد ان قد يعني قد تمتد ساعات اذا سمح حتى لجان الهيئه الوطنيه للانتخابات ان تمتد الساعات الى ما بعد التاسعه، لان نحن الان عندنا حوالي تقريبا الساعه 6:30، لا زال المصريون يتواصلون بكثافه بعد انتهاء اعمالهم او بعد خروج بعضهم من الدوام. انا اعتقد يعني حضرتك المشاهد التي تم تصديرها للعالم حينما تجدي مقعدا على كرسي متحرك يصر على الاجلاء بالصوت، عندما تجدين المعتمرين الذين يأبون الا ان يصوتوا وهم بملابس الاحرام، حينما تجدي يعني امراه تحمل طفلا خرجت به من المستشفى من الولاده في التو وتريد ان تذهب الى مقر القنصليه للتصويت به قبل ان تعود الى بيتها، هذه مشاهد تؤثر فيك، هذه مشاهد تدعو لكل المصريين ان ينتبهوا ويلتفتوا الى ضروره استبداد الاستقرار، ضروره مواصلة المسيرة، ضرورة دعم الدولة المصرية الوطنية. يعني أنا أعتقد الصورة التي يعني تصدرها المصريون سواء في السعودية أو في الخارج لابد أن نقف عندها كثيرا، لابد أن نضربها، لابد أن يعني تكون عنوانا للمرحله. بشكرك على الصوره الواضحه جدا يا استاذه صبحي على من السعوديه، صبحي شبانه مدير مكتب روز اليوسف من المملكه العربيه السعوديه.